السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا التلاميذ، السنة الأولى بكالوريا، اليوم عندنا الجزء الثالث من التلخيصات ديال لي شابيتر ديال لو ديرني جور دان كونداني، لو رومان أتيز دو فيكتور هوغو. بعد ما درنا الجزء الأول الجزء الثاني، اليوم عندنا الجزء الثالث، وهذا يعني لأجل أو لهدف معين، وهو أن التلاميذ يتمكنوا من فهم هذه الرواية لأنها شوية صعبة. قبل هذا لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، ودعمونا باللايك حتى يستفيد الجميع إن شاء الله. إذن في هذا الفيديو غادي نقوم بتلخيص يعني الفصول أو لي شابيتر من 23 حتى 34. Alors, chapitre 23, l'huissier remet le condamné aux mains du directeur dans un cabinet voisin. Il fait une rencontre curieuse avec un condamné à mort qui séjournera dans la même cellule à Bicêtre. Ce dernier, fils d'un ancien condamné à mort, lui raconte son histoire et s'empare de sa redingote. الفصل 23، يضع الحاجب المحكوم عليه في يد المدير، يعني الحاجب سلم لو كونداني المحكوم عليه إلى المدير في مكتب قريب. يلتقي بفضول مع سجين محكوم عليه بالإعدام، سيبقى في نفس الزنزانة في بيساتخ. يعني لو كونداني سيفتو لا كونسيرجوري، وغادي يجي في بلاصتو، غادي يجي في بلاصتو واحد محكوم عليه بالإعدام آخر، سيبقى في الزنزانة في بيساتخ. هذا الأخير بنو سجين سابق محكوم عليه بالإعدام، يروي له قصته، يعني هذا المحكوم عليه بالإعدام يروي قصته للو ناراتور لو كونداني، ويستولي على معطفه وأخذ له معطفه. Chapitre 24. Le narrateur est enragé parce que l'autre condamné lui a pris sa redingote. يعني الراوي غاضب لأن الرجل المدان الآخر أخذ أو استولى على معطفه. Chapitre 25. Le condamné est transféré dans une autre cellule. يعني ينقل المحكوم عليه إلى زنزانة أخرى، داول واحد الزنزانة أخرى. On lui apporte sur sa demande une chaise, une table, ce qu'il faut pour écrire, et un lit. يعني المحكوم عليه يترانسفيري دول لواحد زنزانة أخرى بناء على طلبه، يعني لأنه هو اللي طلب هذاك الشيء. ثم إحضار كرسي وطاولة وما يحتاجه للكتابة وسرير. يعني قال لهم جيبوا لي اون شيز، كرسي، طاولة، طابل، كل ما يحتاجه باش يكتب، وسرير. Chapitre 26. Il est 10 heures. Le condamné plaint sa petite fille qui restera sans père. Elle sera peut-être repoussée, détestée à cause de lui. إنها الساعة العاشرة. يشفق المدان على ابنته الصغيرة التي ستبقى بدون أب، قد يتم دفعها بعيدا مكروها بسببه. يعني الكونداني كيتأسف على البنت ديالو لأنها غتبقى بدون أب وسوف ينبذها الجميع. Chapitre 27. Le narrateur se demande comment on pouvait mourir sur l'échafaud. يعني الفصل 27، يتساءل الراوي كيف يمكن للمرء أن يموت على استقالة، يعني هذيك البلاصة اللي كي يقطع فيها الرؤوس أو المقصلة. Chapitre 28. Il se rappelle avoir déjà vu une fois monter une guillotine sur la place de grève. يتذكر، يعني الفصل 28، يتذكر ذات مرة رؤية مقصلة أقيمت في فضاء la grève. Le chapitre 29. Le jeune détenu pense à cette grâce qui ne vient toujours pas
Il estime maintenant que les galères seraient une meilleure solution en attendant qu'un jour arrive la grâce. La grâce est l'afou. Donc, il y a le sejin, الشاب في هذا العفو الذي لم يأتي بعد وهو يعتقد الآن أن الأشغال الشاقة يعني الغالير ستكون حلا أفضل حتى يصل العفو يوما ما. Le chapitre 30, le prêtre, يعني الكاهن, revient voir le condamné, يعني يعود الكاهن ليرى المحكوم عليه. Celui-ci est loin d'apprécier sa présence. إنه لم يستسغ وجوده. يعني لم يحب أن يكون في هذا في هذه الزنزانة معه. Ce prêtre parle machinalement et semble peu touché par la souffrance du prisonnier. يعني هذا الكاهن كان يتحدث هذا الكاهن ميكانيكيا ويبدو أنه لم يتأثر كثيرا بمعاناة السجين. Ensuite, et bien que la table soit délicate et bien garnie, il ne peut manger. ثم وعلى الرغم من أن الطاولة مجهزة جيدا بالمأكولات إلا أنه لا يستطيع تناول الطعام. Chapitre 31, le narrateur est surpris de voir un homme prendre les mesures de la cellule. Ironie du sort, la prison va être renouvelée dans 6 mois. الفصل الحادي والثلاثون يفاجأ الراوي برؤية رجل يأخذ قياسات الخلية أو الزنزانة ومن المفارقات أن السجين سيتم أو أن السجن سيتم تجديده في غضون 6 أشهر. Chapitre 32. Un autre gendarme vient prendre la relève. Il est un peu brusque. Il demande au prisonnier de venir chez lui après son exécution pour lui révéler les 3 bons numéros gagnants à la loterie. Le condamné veut profiter de cette demande bizarre. Il lui propose de changer ses vêtements avec lui. Le gendarme refuse. Il a compris que le prisonnier veut s'évader. الفصل الثاني والثلاثون يأتي شرطي آخر لتولي المسؤولية. إنه فض بعض الشيء. يطلب من السجين الحضور إلى منزله بعد إعدامه للكشف عن الأرقام 3 الصحيحة الفائزة باليانصيب. يريد المدان الاستفادة من هذا الطلب الغريب. يعرض تغيير ملابسه معه. رفض يعني الشرطي أو التركي. لقد فهم أن السجين يريد الهروب. Chapitre 33. Pour oublier son présent, le narrateur passe en revue ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Il s'arrête longuement sur le souvenir de Pepa, cette jeune Andalouse dont il était amoureux et avec qui il a passé une belle soirée d'été. فصل 33 لنسيان حاضره يستعرض الراوي ذكرياته يعني الطفولة والشباب يتذكر لفترة طويلة بيبا الشابة الأندلسية التي كان يحبها والتي قضى معها أمسية صيفية جميلة. Le chapitre 34. Au milieu de ses souvenirs de jeunesse, le condamné pense à son crime. Entre son passé et son présent, il y a une rivière de sang, le sang de l'autre, sa victime, et le sien, le coupable. يعني الفصل الرابع والثلاثون في خضم ذكرياته عن الشباب يفكر المدان في جريمته بين ماضيه وحاضره. هناك نهر من الدم، دم الآخر يعني ضحيته ودمه يعني دم الجاني لو كوبابل. إذن إلى هنا ينتهي هذا الشابيتر ديال تلخيص ديال لو ديرني جور دان كونداني. مازال لنا واحد لا فيديو في فرصة مقبلة إن شاء الله. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة
وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.